الخبر السيء تلقيتيه كان هيثم زكي طبعا. هيثم الحقيقة كان يعني أنا جالي الخبر أنا قعدت يوم حاله مش عارفة مش مصدقة يعني، إنما ده حق علينا والموت ما يعرفش عمر. طبعا انت علاقتك بأحمد زكي كان يعني تصورك لو كان أحمد زكي تلقى الخبر؟ لا لا، ما أنا قلت الحمد لله إنه والده ووالدته كانوا سبقوا. أكيد أكيد، الله ربنا ما يفجع حد فيكم. آمين يا رب. أكتر حاجة بتخوفك إيه؟ المرض بجد، لأن أنا عديت بأزمة كانت صعبة جدا. تكلمين عنها يعني؟ لا مش عايزة أتكلم عنها. كانت أزمة صحية بشعة. مين واقف جنبك؟ ربنا طبعا. أنا لما بتعب بقفل بابي ما حدش يعرف، طالما عدت وراحت أقول عنها دلوقتي. كانت حاجة أكتر حاجة بتسعدك وبتتمني إيه للناس كمان في سنة جديدة؟ أنا بحب أكتر حاجة تسعدني محبة الناس. أتمنى للكل أنه يبقى مرتاح البال، وأنه جيبه برضو يبقى مرتاح عشان يعرف واخد بالك. وأتمنى أنها تبقى سنة انفراجة، والأهم بقى أنه تفضل مصر آمنة يا رب. يمكن التصريح معلش آخر حاجة أن أنت قلت يا دوبك إحنا عايشين طبعا ما بقاش في طبقة وسطى أصلا على فكرة. ده مش في مصر بس بجد. انا مش انا بقول لك مش بسافر كتير والله، ما في مصر بس. سافرت ورحت الاردن ورحت كل الاردن وسوريا ولبنان. ولبنان ده لبنان مولع نار صح. فين يعني؟ المغرب مش رخيصه، الجزائر برضو مش رخيصه، كله بره يعني، الا يقال انه دول اوروبا الشرقيه. طب نهاجر كلنا لاوروبا الشرقيه؟ فالاقتصاد في العالم كله يعني واخد بالك في اعتلال. فبقول الحمد لله انها تبقى بس مستورة على الاقل يعني. اكيد كلمه لجمهورك بقى وتقول لهم تابعوني. اقول لهم ما تاخذونيش لما انا بغيب، او انا او اي فنان من جيلي او من جيل يعني اللي قبلي. احنا بنغيب لاسباب، ما بنغيبش محبه للغياب. ده لما بيبقى في شغل كويس عشان احنا بنحترمكم وبنشوف محبتكم، فمش هننزل بشغل نفقد احترامكم فيه. بس شكرا.